لا، موضوع النقاش عندما تصبح البطالة قاتلة. هذا ما حدث في مدينة سيدي بوزيد التونسية التي عرفت خلال أقل من أسبوع انتحار شابين بسبب البطالة. محمد البوعزيزي أضرم النار في جسده، وحسين الفالحي انتحر بصعقة كهربائية وسط صمت مطبق من السلطات التونسية. تقرير صفوان جريرة ولام عزب. عندما يزداد التهميش وتصبح البطالة قاتلة، هنا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد تظاهر الشاب حسين الفالحي قبل أن يتسلق عمدا عمود كهرباء وتعبر 30,000 فولت جسده. سقط بعدها جثة هامدة أمام مئات المتظاهرين الذين حاولوا دون جدوى منعه من هذا التصرف، لكن حسين تحرك بدافع اليأس، بينما أكدت السلطات الحكومية الوفاة دون تأكيد الانتحار. قبل حسين كان شاب آخر عاطل عن العمل قد أقدم على إحراق نفسه. سيدي بوزيد تشهد منذ 19 من كانون الأول ديسمبر تحركات احتجاجية ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين يعربون عن غضبهم ليل نهار بسبب ارتفاع نسبة البطالة. الاحتقان يتأجج إذن، بينما تؤكد السلطات الحكومية أن المسيرة التنموية متواصلة في تونس وأنه لا يمكن التشكيك فيها، إذ تعيش البلاد حالة استقرار نسبي منذ عدة سنوات. لكن المتظاهرين في منطقة سيدي بوزيد ما زالوا ينادون بالإنصاف وبالحق في العمل والعيش الكريم، شاعرين أن منطقة وسط تونس لم تلقى نصيبها من المشاريع التنموية على غرار غيرها من الجهات الداخلية وخلافا للمناطق الساحلية. هذه الأحداث تأتي بعد سلسلة اضطرابات في مناطق مجاورة، لاسيما فرديف بمحافظة قفصة التي تأوي حوضا منجميا، ويؤكد العاملون فيها أن شركة الفوسفات التي تشغلهم لم تفي بوعدها بخلق المزيد من الوظائف في الوقت الذي اشتعلت فيه أسعار الغذاء. كذلك كانت صدمات قد اندلعت في رأس جدير، حيث تبلغ البطالة مستويات قياسية. وندخل مباشرة في النقاش، وأرحب بضيفي من تونس السيد بوبكر الصغير، مدير مجلة الملاحظ. أهلا وسهلا بك سيد بوبكر، وأبدأ معك. ما الذي يحدث في سيدي بوزيد بالضبط؟ مساء الخير. أولا من المؤسف أن يتم كل هذا التوظيف لحادثة مؤلمة، حادثة مؤسفة لموت شاب هو عزيز علينا، كل تونسي هنا في تونس له مكانة خاصة، له هو من أهلنا، هو من أبنائنا، من إخواننا، وبالتالي نتأسف لهذه الحادثة المؤلمة، كما نتأسف لهذا التوظيف السخيف، التوظيف الذي بادرت به بعض الأطراف لغايات سياسوية. الانتحار هو عمل إنساني يقع يوميا في جميع أنحاء العالم. سيدي، أنتم قلتم البطالة القاتلة وهنالك الشغل القاتلة. كم عدد الذين انتحروا من إطارات ومهندسي فرانس تيليكوم بسبب ظروف الشغل، بسبب تطبيق قوانين شغلية لكن بسبب البطالة في سيدي بوزيد؟ لا سيدي، بالفعل لا، هي مفارقة، هي مفارقة، مفارقة قد تختلف الوضعية، ولكن ما حصل في هذه الحادثة، وأؤكد أنها حادثة مؤلمة، فعلا مؤلمة لكل التونسيين، وهنالك تعاطف مع أهل هذا الفقير، هذا الذي حاول الانتحار محمد بوعزيزي، وكذلك هنالك تعاطف مع الشخص الآخر الذي انتحر رغم أن له سوابق وهو خارج حديثا من السجن، كان مورطا في تهمة مخدرات، وهذا في جانب آخر. سيد بوبكر لماذا توظيف؟ سيد بوبكر عفوا على المقاطعة، لماذا صمت السلطات في تونس يعني على ما يجري في سيدي بوزيد؟ لم تصمت السلطات، هنالك بلاغ رسمي صدر في الحين، كتبت الصحف، بعثت مبعوثين هناك الى سيدي بوزيد وقامت بالتغطيه. اليوم سيدي كل الصحف تقريبا تكتب عن سيدي بوزيد، عن هذه الاحداث، عن هذه التطورات، وهو مشكل يحدث في مجتمع يعيش حراكه، مجتمع يكرس التعدديه الديمقراطيه. ولكن سيد بوبكر، سيد بوبكر ولكن المعالجه الحقيقيه للموضوع، موضوع يعني أنت إعلامي وتعرف جيدا ما أقصد، المعالجة الإعلامية للقضية يعني لم نجدها إلا في عبر الإنترنت والفيسبوك وتويتر، يعني لم نجد في القنوات الرسمية، لم تعالج القضية كما يجب. السيد الكريم، ليست معالجة هذه الانترنت، هذه المواقع الاجتماعية ليست معالجة، هذا تعاطي بخلفيات تختلف من جهة إلى أخرى مع مستجد حدث وقع في على أرض تونس. أعتقد أن المسألة هي أبعد من هذا، هي تتعلق بهنالك أطراف تحاول أن تستغل أي طارة، أي حادث يقع في تونس. انتحار شاب كما قلت حدث مؤسف، نتألم له بشكل كبير وكبير جدا، ونحن نتعاطف مع أهلي ومع إخواني، وهو أخ لنا وشقيق. من
من هذه الأطراف؟ من هذا التوظيف السخيف؟ من الأطراف التي هذه أطراف هي هذه أطراف معلومة معروفة، هذه أطراف تحمل نظارات سوداء لا ترى إلا سوادا في تونس. كيف كيف تريد أن ترى هذا الإنجاز التنموي الذي يراكم معناتها إنجازاته يوما بعد يوم؟ هذا التطور، هذه الشهادات التي تحصل عليها تونس من جميع تقريبا الهيئات والمنظمات الدولية. انظروا إلى تقرير دافوس الأخير، انظروا إلى تقرير التنمية البشرية، انظروا إلى تقرير البنك العالمي. هنالك تونس بلد لا تتوفر فيه الإمكانيات، ليس بلدا بتروليا، لا يملك ثروات طبيعية، الرهان الوحيد هو على الإنسان. طيب. رغم ذلك تونس في محيطها الإقليمي، اسمح لي العربي الأفريقي، اسمح لي سيد مبكر، أفضل النتائج في المسارات التنموية. اسمح لي، هذا موضوع سأعود إليها، أعدك بأننا سنعود لهذه النقطة. سيد سليم الحميدان، هل برأيك البطالة والبؤس كما قال المنتحر حسين الفالحي هي السبب فيما يجري، أم هو تعبير عن سؤم من سياسة معينة؟ شكرا. اسمح لي في البداية أن أشير إلى ما قاله السيد الإعلامي المتدخل من تونس والذي يمثل في تقديري موقف السلطات الرسمية، في أن هذه اللغة الخشبية هي التي ستكون مسؤولة عن مزيد من إشعال الفتن والحرائق ومزيد من إلهاب الناس المتضورين جوعا والذين يعانون منذ سنوات طويلة من انسداد الأفاق أمامهم، انسداد أفاق العمل ولقمة العيش الكريم والعيش بكرامة وأن يعيشوا حقوق المواطنة. مثل هذه اللغة الخشبية هي التي تحاول أن تغطي دائما عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطنون في تونس، والتي هي نتيجة في الحقيقة لإخفاق الخيارات التنموية التي طالما عودنا الخطاب الرسمي على أن تونس تشكل نموذجا في التنمية ونموذجا في التطور. هل يصل الحد بشاب متعلم يعني خريج جامعة أن ينتحر؟ طبعا ما وصل، أنا في البداية أعتقد أن احتراما للمتوفى السيد حسين الفالحي المتوفى ونترحم عليه وكل التعازي إلى أهله، وكذلك الذي حاول قتل نفسه محمد البوعزيزي، أنا في الحقيقة من منطلق إنساني ومن منطلق حتى قانوني هل أنها حالة انتحار؟ أنا في اعتقادي يمكن تكييفها بأنها أيضا محاولة قتل، لأن الدافع الذي دفع مثل هؤلاء الشباب إلى الانتحار وغيرهم كثيرون في تونس الذين يرمون بأنفسهم في قوارب الموت في اتجاه الهجرة نحو أوروبا يعدون بالمئات بل بالآلاف، ومئات منهم أكلت الحيتان أجسادهم. هؤلاء يعني أقول أنه يجب أن نراجع مصطلحاتنا، أنا لا أقول بأنها محاولات انتحار أو عمليات انتحار، وإنما هناك مسؤولية مباشرة في وصول هذه الحالة. لماذا برأيك تكرار هذه الأحداث؟ يعني شاهدنا أحداث مماثلة تقريبا يعني في مدينة قفصة، يعني لم تصل إلى الانتحار ولكن يعني حالة سؤم وملل من وضعية يعني معينة. وقعت حالة موت لشاب في قفصة أثناء ما يسمى بما نعرفه بأحداث الحوض المنجمي، شاب أيضا صعق كهربائيا ولم يفتح تحقيق في هذا الأمر أو أنه فتح ولكن نتائجه بقيت مغمورة ومجهولة. فحالات الاحتجاج وحالات الغضب التي تدل على فشل كما قلت الخيارات التنموية التي وضعت في غيبة من الشعب وفي غياب الحريات وفي غياب الديمقراطية، كل هذه الأحداث وغيرها ربما. على ذكر التنمية، أعود إلى ضيفي من تونس أبو بكر الصغير. هناك من يقول أن التنمية العادلة غائبة تماما عن أولويات الحكومة التونسية، وهو ما أدى إلى سوء توزيع الثروة بين مختلف المناطق، وتحدثت أنت قبل قليل عن الخيارات الاقتصادية. هذا غير صحيح. أولا لو تسمح أخي الكريم، عيب أن يقول اللغة الخشبية. إذا كان الحديث عن الحقيقة وإعطاء الأمور في سياقها الصحيح السليم هذا يعتبر لغة خشبية، فمرحبا بهذه اللغة. ولكن التوظيف السياسي بخلفيات سياسية مبيتة، ماذا يعتبر هذا الأمر؟ بالنسبة لسؤالكم سيد الكريم، أعتقد لا بد من
الإدراك والوعي أن المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس ورثت معناتها انخراما في التوازن الاقتصادي داخل البلاد. سيدي الكريم، هنالك مناطق في تونس منذ الاستقلال إلى حد التغيير لم تشهد ولو إنجازا تنمويا واحدا. اليوم ما حصل، ما أعطي مثالا فقط في سيدي بوزيد، عدد الطرقات التي أقيمت في سيدي بوزيد تفوق 5 مرات ما أقيم طوال 30 سنة من الاستقلال حتى التغيير. عدد اليوم في سيدي بوزيد هنالك 99% ربط بالكهرباء. سيد مبكر، سيد مبكر هل معنى هذا أن سيدي بوزيد لا تعاني لا من بؤس لا من فقر، وأن الجميع يعني لهم مناصب شغل؟ لم أقل هذا سيد الكريم، لم أقل هذا. تونس تعيش تحديات تنموية، وأشرت منذ حين أنها بلد لا تتوفر فيها من الثروات الطبيعية من الملكيات. تونس لا تملك إلا ما توفره من بفضل عمل أبنائها، بفضل جهد أبنائها، وهذا الجهد هو يوزع بشكل عادل بين كل المناطق. اليوم هنالك لم تعد هنالك منطق جهوي في مسيرة التنمية. ولكن لماذا التنمية هي متماسكة، هي شاملة. سيد مبكر، لماذا هي شاملة؟ لماذا تحدث؟ عفوا سيد مبكر، لماذا تحدث الاحتجاجات في مناطق معينة في تونس دون غيرها، يعني في مناطق الداخلية على وجه الخصوص؟ سيد الكريم، الاحتجاجات، هذه المناطق هي أكثر مناطق التي عانت من انخرام التنمية قبل التغيير. مناطق حوض المنجمي، مناطق الجنوب الغربي، مناطق الجنوب الشرقي، كلها مناطق عانت كثير، لم تنجز فيها أي مشاريع تنموية. ولكن بعد التغيير ما أنجز فيها يفوق هنالك مبالغ بآلاف المليارات من المشاريع في كل ولاية، في كل منطقة من هذه المناطق. هنالك اليوم قطب صناعي وقطب تكنولوجي، وهنالك جامعة، وهنالك فروع معناتها تنموية، وهنالك مبادرات اقتصادية، وهنالك تشجيعات للمستثمرين بشكل غير مسبوق. طيب، لا يوجد حتى في أي بلد العالم. سيد مبكر، تحدثت قبل قليل حتى أبقى في الفكرة عن توظيف سياسي لما يحدث في سيدي بوزيد، لكن يعني نعم، الصور التي وصلتنا يعني أنهم شباب يعني، والمسيرات والاحتجاجات كانت عفوية. صحيح، الشباب سيد الكريم، الشباب التونسي هو بلغ درجة من الوعي ومن الإدراك السياسي ما يجعله أنه تقريبا يتفاعل مع كل مستجد أو كل حادث يقع، ويحاول أن يعبر عن ذلك، عن ردة فعله بصيغ مختلفة. ولكن المؤسف حقا هو أن تنحرف هذه ردود الفعل في الاتجاه غير السليم، في الاتجاه الشباب. هنالك منتديات للحوار مع الشباب، هنالك فضاءات للشباب مفتوحة، هنالك كل الإمكانيات، كل الامتيازات الحصل عليها الشباب. هنالك اليوم في تونس برلمان للشباب، وهو فضاء للحوار يعبر بكل حرية فيه عن مشاغله. هنالك كل استشارات حول الشباب، حول مشاغل الشباب، نظمت 4 أو 5 اشتراك استشارات. هنالك قناعة اليوم أنه الرهان على الشباب في تونس. اليوم يقال أن الشباب هو نصف الحاضر بالفعل، ولكن هو كل المستقبل. طيب، هم أستسمحك سيد مبكر، هم الذين يراهن عليهم تونس. سيد مبكر، سأعود إليك، سنتوقف مع وقفة إخبارية، نعود بعدها.